بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة اللي بالتأكيد في نهاية الأسبوع وقبل 48 ساعة من ختام مباريات الدور التمهيدي اللساني لدوري أبطال إفريقيا. مباراة مهمة جدا بإذن الله يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة تم طرح تذاكر هذه المباراة، وبالتأكيد إن شاء الله هتكون مباراة مفيدة للجهاز الفني واللاعبين في إطار التدوير اللي بيسعى إليه وبيعمل عليه بشكل كبير جدا الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر. النهاردة هنتكلم على المباراة، النهاردة استئناف الفريق للتدريبات بعد الراحة السلبية اللي منحها مارسيل كولر بالأمس. هنتكلم عن أبرز اللاعبين الموجودين في هذا اللقاء، من أبرز المستبعدين خاصة في ظل وجود إصابات في عدد من المراكز، عمرو السولية، محمود متولي، خالد عبد الفتاح. كلام كتير على موضوع إصابة كهربا، هل صلاح محسن ممكن يلحق لقاء العودة؟ خاصة أن الفكرة مش في لقاء العودة بس، أنت كمان بتتكلم على مباراة مهمة جدا في نصف نهائي كأس مصر أمام إنبي بعد لقاء سان جورج بحوالي 72 ساعة. حالة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، وكمان هنلقي الضوء على قرارات مهمة جدا اتخذها الاتحاد الإفريقي عصر اليوم بإسناد تنظيم كأس الأمم الإفريقية نسخة عام 2025 إلى المملكة المغربية، ونسخة 2027 تنظيم مشترك كينيا، تنزانيا، أوغندا. كواليس الاجتماع، كواليس القرارات، ماذا يفكر الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة؟ كل ده بالتأكيد هنتناوله ونتكلم فيه النهاردة بخصوص كواليس اختيار الدول المرشحة. وهل اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام كان متواجد في مقر انعقاد المكتب التنفيذي؟ هل كان هناك اتصالات وسعي للتواجد مع أعضاء المكتب التنفيذي في ظل إقامة قيادات الاتحاد الإفريقي على مدار 72 ساعة هنا في القاهرة؟ حلقة فيها كواليس مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا، ولكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة العودة أمام سان جورج الأثيوبي والمقررة بعد غد الجمعة. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال إجاباتكم بالتأكيد عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على تشكيل الأهلي اللي ممكن يلعب به مارسيل كولر، وإن كان التشكيل أكيد قد يكون فيه هناك مفاجآت في ظل إن كولر ممكن يفكر في إطار التدوير والتغيير في بعض المراكز لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين. طيب ده كان سؤال الحلقة، ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لسان جورج، وكمان اختبار طبي لكهربا وصلاح محسن. وفي الترند العالمي، شكوك حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا. مباريات اليوم النهاردة استئناف واستكمال مباريات الجولة الثانية للدوري المصري، وفي هذه الأثناء هناك مباراة بدأت حوالي الساعة 4 عصرا، والآن انطلق الشوط الثاني وما زال التعادل السلبي بين إنبي وطلائع الجيش في المباراة اللي تقام حاليا على استاد بيتروسبورت. الساعة 7 الجونة هيستضيف زد. دي مباريات اليوم في الدوري المصري. نروح للدوري الأسباني، والنهاردة في 5 لقاءات، الساعة 8 في 3 المباريات، أتلتيكو بلباو بيستضيف ختافي، ريال مدريد بيستضيف لاس بالماس، وأيضا فياريال بيستضيف جيرونا. 10:30 فالنسيا بيستضيف ريال سوسيداد، وقادش بيستضيف رايو فاليكانو. نروح للدوري الإيطالي، والنهاردة في 6 لقاءات، 3 في توقيت 7:30، هيلاس فيرونا هيستضيف أتلانتا، إمبولي بيستضيف سيلرنتانا، كالياري بيستضيف الميلان. 10:15 إنتر ميلان بيستضيف ساسولو، لاتسيو بيستضيف تورينو، ونابولي بيستضيف أودينيزي. دي مباريات اليوم في الدوري الإيطالي، الدوري الأسباني، واستكمال مباريات الأسبوع الثاني للدوري المصري. فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب، مارسيل كولر زي ما قلت في بداية الحلقة كان منح الفريق راحة سلبية بالأمس، لأن احنا عارفين كولر ده دلوقتي لما بيخلص أي مباراة بيبقى محضر البرنامج التدريبي بتاعه لغاية المباراة التالية، والجدول خلاص محدد ومعروف يعني لغاية موعد كأس الأمم الإفريقية بعد تسكين مباريات الدوري ومباريات الكأس في الموسم الماضي. فابتدى كولر خلاص يحط الخريطة بتاعته في الفترة اللي جاية. خلص ماتش الذهاب مع سان جورج يوم الأحد اللي فات والمباراة اللي أقيمت على استاد القاهرة، ويعتبر الأهلي فاز خارج أرضه 3-0. اشتغل إزاي؟ تاني يوم الاثنين كان في تدريب استشفائي للعناصر اللي شاركت،
وبعدها عمل تراي ماتش ما بين المجموعة التي لم تشارك أمام بطل إثيوبيا مع مجموعة أخرى من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005. ويمكن التراي ماتش ده يمكن في بعض الإصابات الطفيفة اللي حصلت في عدد من اللاعبين، ولكن إن شاء الله نطمئن على صلاح محسن وكهربا ومحمد أحمد شرقية كمان خلال الفترة اللي جاية. طيب بعد التراي ماتش والتدريب اللي اتعمل يوم الاثنين امبارح الثلاثاء، كولر منح الفريق راحة سلبية على أن يستأنف تدريباته اليوم وتحديدا بعد أقل من ساعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان يتمرن النهاردة وبكرة الخميس يدخل معسكر ويلعب يوم الجمعة على استاد القاهرة في مباراة هيديرها طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري، هو اللي هيقود هذه المباراة ما بين الأهلي وسان جورج، وبإذن الله الأهلي يتأهل ويكون يعني خطوة على التأهل إلى دور المجموعات اللي إن شاء الله هتنطلق في شهر نوفمبر تحديدا أواخر شهر نوفمبر من هذا العام الجاري. تم تقديم مواعيد دور المجموعات لأن في كأس أمم إفريقيا هيتلعب في يناير وفبراير في الكوت ديفوار. طيب الأهلي بيستعد إزاي؟ كولر بيحضر للمباراة إزاي؟ هل ممكن يكون في عناصر أخرى مش هتشارك في المباراة عشان في إطار التدوير يعطي فرصة للاعبين آخرين؟ ممكن نشوف كريم الدبيس، هل ممكن نشوف عناصر جديدة في نص الملعب زي أحمد نبيل كوكا من البداية، هل ممكن يتم الدفع برضا سليم اللي ما كانش موجود في اللقاء الأول؟ كل ده بالتأكيد مع تفاصيل أخرى متعلقة بعدد من الإصابات. نروح مباشرة عبر الشاشة مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر نادي الأهلي بالجزيرة. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك وجزيل الشكر لك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك الجديد، الفريق بيستعد ازاي، التدريبات وبعض النقاط اللي اتكلمت عليها، التدوير، الروتيشن، عناصر اخرى يتم راحه معلول، يعني الجديد عندك والاخبار المتاحه اللي احنا بالتاكيد الجمهور محتاج يسمعها منك ومننا عشان يطمئن على الفريق قبل مباراه يوم الجمعه. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني البداية بتكون مهمة، ويمكن الحمد لله رب العالمين النادي الأهلي بدأ بداية موفقة جدا بالنسبة للنتيجة والأداء. ويمكن النقطة المهمة جدا، انت عارف طبعا البدايات يمكن نقدر نقول بشكل كبير التوب فورم ما بيوصلش في البدايات، لكن من الواضح الحقيقة ان في جدية وتركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. معسكر بالتأكيد التعليمات الأمور الخاصة الفنية واضح ترجمتها على أرض الملعب في 90 دقيقة، بنشوف المهام، بنشوف الروح القتالية الكبيرة جدا على الكرة من لعيبة النادي الأهلي في المباراة الأولى في بطولة أفريقية. دي بتكون مهمة جدا بعيدا طبعا عن النتيجة. بالتأكيد النادي الأهلي كان داخل بدوافع كبيرة جدا عشان يقدر نحرز هدف واثنين وثلاثة، لأن أنت عارف محمد طبعا المباراة تعتبر خارج الأرض، فبتكون الأمور دي مهمة جدا بالتأكيد للاعبين وأيضا كمان الجهاز الفني. مباراة يمكن انتهت، لكن المباراة الثانية بالتأكيد ليها تحضيرات، ويمكن مع الغيابات كمان كلنا طبعا يعني منتظرين مستر كولر إزاي طبعا هيكون في تدوير، إزاي هيبدأ يفكر، لأن كهربا طبعا يعني من الواضح الآلام الضمة احنا عارفينها محمد طبعا ما بقاش فيها مخاطرة وما بقاش فيها مجازفة بشكل كبير، فمن الواضح إن كهربا ممكن ما يكونش متواجد في السكواد أو في القائمة بشكل كبير. أيضا كمان صلاح محسن منتظرين نطمن عليه بشكل كبير جدا النهارده يمكن مع بداية أقل تدريب، فالعنصرين دول مودست طبعا احنا محرومين منه، الراجل يمكن اتقيد في الفترة الاستثنائية طبعا الفترة الثالثة، فيمكن الأمور دي شوية ممكن اللي هي تبقى تسبب إزعاج، لكن الحمد لله يعني السكواد الكبير والمميز واللاعبين اللي عندنا سواء مين هيكون متواجد مين هيلعب في مكان مش مكانه دي أمور بتطمنا بشكل كبير جدا. نشوف تاو إن شاء الله بإذن الله في هذه المباراة بيتألق كالعادة، رضا سليم هيتم الدفع بيه وده يمكن من خلال معلوماتنا، يمكن تألق حسين الشحات ده أمر مهم جدا، واحد من اللاعبين المميزين، لكن الراجل لازم يدخل الكل في جو المباريات وده أمر مهم، وتحديدا كمان الصفقات الجدد، ومش هقدر أقول صفقات جدد خلاص يمكن انتهى هذا الأمر، كلهم طبعا يعتبر دلوقتي أبناء للنادي الأهلي. إمام عاشور الحقيقة واحد من أروع اللاعبين الحقيقة اللي بيأدي أداء مميز جدا، رضا سليم الحقيقة البداية كانت موفقة ليه، فمن الواضح يعني هيكون في تغييرات بسيطة محمد، لكن هو العنصر اللي ممكن طبعا نشوف فيه بيرسي تاو تحديدا في الهجوم في هذه المباراة، لأن قلة عدد المهاجمين هي ده يكون أمر شوية مزعج لمستر كولر، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون موفق. قراءته كمان في المباراة الأولى تكون موفقة جدا، نقدر إن احنا نحرز هدف واثنين وثلاثة وأربعة محمد في المباراة الثانية، لأن النادي الأهلي الحقيقة عنده هدف بمشيئة الله هو الحفاظ على اللقب، وبانت الحقيقة في البداية. كلنا طبعا منتظرين انطلاقة أقل تدريب، الراجل ماشي بشكل مميز جدا، عامل سيستم طبعا أنت ذكرت هذا الأمر، اليوم اللي بعد المباراة على طول أو يعني لابد يكون في ريكفري واستشفاء بشكل كامل، وده أمر بيكون مهم جدا، اليوم الثاني بيكون أجازة، لكن الحقيقة في يوم الأجازة شفنا محمد مجدي قفشه الحقيقة يمكن الراجل رفض إن هو يريح بشكل كبير بالنسبة لليوم الكامل، وجي تواجد في التدريب النادي الأهلي تدريب بمنفرد، دي بتدي رسالة ودلالة كبيرة جدا يا محمد، الكل عايز يكون على
اتم الجاهزيه. المنافسه الشريفه مهمه جدا، الكل عايز يكون متواجد في ال11 طبعا اللي في الملعب، فعشان كده بنامل وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاياب بمشيئه الله يوم الجمعه، مباراه الاهلي وسان جورج على استاد القاهره. يا رب ان شاء الله باذن الله اداء ونتيجه وحضور جماهيري كالعاده لمفعول السحر مع فريق النادي الاهلي، يكون المباراه من نصيبنا محمد بمشيئه الله. طيب كريم فؤاد، انا عايز اوضح برضو حاجه مهمه من خلالك يا كريم. كريم فؤاد كان الجهاز الفني محدد مسبقا ان بعد ما شارك وخد جزء في مباراه المصري مش هيتم الدفع بيه في لقاء الذهاب امام سان جورج الاثيوبي، وكمان هيتم الدفع بيه على مراحل في عدد من المباريات. هل نفس الامر متكرر مع اكرم توفيق؟ هل ممكن بكره نشوف الاثنين، ولا الجهاز شايف ان ماتش سان جورج سواء ذهابا او ايابا يفضل ما يكونش فيه اكرم وكريم في التوقيت الحالي ويكون جاهز بعد كده بقى في مباراه انبي او المباراه القادمه؟ بالتاكيد طبعا محمد، يعني بدايه كريم فؤاد الحقيقه يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان معاه في البدايه، ودي يعني كانت مهمه جدا ليه الحقيقه على المستوى النفسي، ان انت ترجع بدني وترجع فني ده امر اكيد بيحسب للجهاز الفني، لكن نفسيا الحقيقه الهدف فرق معاه بشكل كبير، وهو موضوع له برنامج زي ما انت ذكرت، يعني كان لازم يكون مشارك في جزء بسيط من المباراه، هيشتغل على مراحل، لان انت عارف يا محمد في تاني كبير جدا جدا على كريم واكرم الحقيقه، الدفع بيهم مش امر سهل خالص في مباريات فيها التحامات فيها اشتراكات بيكون فيها عنصر القوة، ده امر مهم جدا. لكن اكرم بمشيئه الله يعني من خلال المعلومات ومن خلال اسئلتنا، اكرم بمشيئه الله يعني ان شاء الله محمد ياخد في مباراه الدوري، يعني مش عايزين نقول في انهي مباراه، هل مباراه الكاس ممكن في انبي او مباراه الاسماعيلي، لكن اكرم الدفع بيه بس هو اللي متروك بالنسبه للجهاز الفني، لكن يعني من الواضح ان في تاني في هدوء بشكل كبير، اكرم ياخد في بعض التوقيتات واجزاء بسيطه جدا في توقيت بسيط بمهام ايضا كمان محمد، لان يمكن اكرم عنده الروح القتاليه والدوافع كبيره جدا بيلتحم بقوه، فمش عايزين نخسر اي لاعب الحقيقه من كريم واكرم لان فقدناهم فتره كبيره جدا، ده امر مهم طبعا، يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله تدريجيا يشاركوا المباريات اللي بتكون الحقيقه بعد المباريات الرسميه اللي بترجع اللعيبه والراجل بيحاول يطمن عشان الكل يبقى عنده حساسيه المباراه، دي امر مهم جدا، بيبقى فيها بعض الاصابات وبعض الالتحامات، لكن فنيا بتفيد الحقيقه وكمان بتقدر تخلي مستر كولر يقف بشكل كبير جدا على القياسات وعلى التقييمات وعلى ارقام اللاعبين، مدى الجري، كل الامور دي الحقيقه بتفرق بشكل كبير على المدى البعيد، لان احنا مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات وعدد كبير من المباريات، تلاحم كبير جدا، فالجاهزيه لابد تكون للجميع، فان شاء الله باذن الله في انتظار اكرم توفيق بكل قوته وكريم فؤاد بكل قوته، وايضا كمان منتظرين السوليه وكريم ندفد كهربا متولي كل اللعيبه دي، خالد عبد الفتاح، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله منتظرينها مع فريق النادي الاهلي في مشوار صعب جدا يا محمد هذا الموسم باذن الله. كريم لو عندك كلمه اخيره او عندك حاجه اخيره تحب تختم بها كلامك. بنتمنى اكيد كل التوفيق لفريقنا للنادي الاهلي، جمهورنا ان شاء الله منتظرينه بمشيئه الله يوم الجمعه، تدريب النادي الاهلي محمد كالعاده يكون غدا في تمام الساعه 6 ومنها الى فندق الاقامه المعسكر المعتاد، وبتمنى كل التوفيق ان شاء الله محمد يكون يوم الجمعه يوم نصر وسعيد على كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي اتكلم فيها كريم في تفاصيل مهمه جدا بخصوص هذه المباراه، مباراة العودة أمام سان جورج الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. عايز أتكلم على نقاط مهمة جدا بخصوص برضو الأهلي اللي جاية في ظل إن بعد ما تلعب مباراة سان جورج عندك مباراة إنبي في الكاس وده نصف نهائي كاس العام الماضي، وبعد كده هتدخل على مباراة الإسماعيلي في ختام مباريات الدوري للأهلي. ختام، لأن الأهلي على ما يرجع يلعب دوري تاني مش قبل مثلا 30/11. فمباراة الإسماعيلي في برج العرب هتكون آخر مباراة للأهلي قبل أجندة المنتخب في شهر 10. هتخلص الأجندة هتخش على مباريات الدوري الإفريقي، نتمنى يا رب نكون موجودين لحتى النهاية لغاية يوم 11 نوفمبر، لأن طول ما أنت موجود في البطولة أكيد مباريات الدوري كلها بتتأجل. وبعد ما تخلص مباريات شهر نوفمبر منتخبنا الوطني هيبدأ مشوار تصفيات كأس العالم. مشوار تصفيات كأس العالم عنده مباراتين في منتصف شهر 11، تخلص تخش على طول على دور المجموعات بإذن الله خلال الشهر المقبل، الجولة الأولى والجولة الثانية والثالثة والرابعة، أربع مباريات من دور المجموعات هيتلعبوا في الفترة من 24 نوفمبر حتى منتصف ديسمبر. في جولة منهم ممكن تتأجل أو بنسبة كبيرة هتتأجل، لأن الأهلي عنده مشاركة في كأس العالم للأندية بإذن الله يوم 15/12 مع اتحاد جدة السعودي. فالفترة اللي جاية زي ما انتم شايفين أجندة مزدحمة، خلاص بقينا يوميا بنردد وبنقول مواعيد المباريات لأن خلاص بقينا حافظينها بشكل كبير جدا. جمهور الأهلي دلوقتي تقدر تقول معاه يعني إندكس كده في داتا خاصة بكل المباريات وكل ترتيب اللقاءات، اليوم إيه، الساعة كام، إمتى، فين، رحلة سفر ولا اللعب في القاهرة. ف
فربنا يكرم السنه دي ان شاء الله مع الموسم المزدحم ده نقدر نحقق كل الامكانيات والبطولات اللي الجمهور بالتاكيد بيتمناها من الفريق خلال هذا الموسم. طيب عايز اتكلم برضو على حاجه مهمه جدا، العجله بتدور بشكل كبير جدا في مسابقتين مهمين جدا للاهلي، كاس العالم للانديه والدوري الافريقي، دوري السوبر ليج اللي خلاص داخل في الخطوات النهائيه. عندي معلومتين مهمين جدا بالنسبه للبطولتين. اولا بالنسبه لكاس العالم للانديه، في ورشه عمل الاتحاد الدولي حددها، ودي معلومه النهارده انا عرفتها وانا موجود في مقر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عن طريق بعض المصادر اللي مرتبطه بعمل مع الفيفا في كاس العالم للانديه، واكدوا لي ان في ورشه عمل سيتم تنظيمها في المملكه العربيه السعوديه للانديه المشاركه، وهيكون في وفد ممثل من كل نادي لحضور ورشه العمل. الكلام ده قالوا لي في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، ما حددوليش الميعاد بشكل رسمي يعني، ولكن الكلام ده في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر عشان تحضر ورشه العمل، تزور ملعب المباراه، تختار فندق الاقامه، او يعني مش تختار، هو الفنادق متحدده، ولكن لو لك طلبات زياده، عايز تغير حاجه معينه، كمان تبص على ملاعب التدريب. طبعا بنسبه كبيره هيكون الجهاز الفني، او لو مرتبط بمباراه غالبا هيبقى الجهاز الاداري، كابتن خالد بيبو مدير الكره اكيد هيكون موجود في ورشه العمل، ولكن دي هتكون اول ورشه عمل للانديه المشاركه في كاس العالم للانديه خلال شهر اكتوبر المقبل، عشان بعض الترتيبات اللوجستيه المتعلقه بالاقامه والتنقلات والاستعدادات لبطوله كاس العالم للانديه. التذاكر اتطرحت من امبارح، وامبارح انا قلت كان في سيمفونيه من جماهير النادي الاهلي في عدد القائمة الويتنج ليست اللي داخله عشان تحجز تذاكر مباراه الاهلي اللي هو ماتش نمبر 2 الماتش الثاني، وايا كان الفائز بقى اتحاد جده او اوكلاند سيتي، لكن جماهير الاهلي بصراحه يعني عملت ملحمه في مساله حجز التذاكر. وعايز اقول للناس ما تزهقوش، خليكم موجودين، لان لسه في دفعه ثانيه في اخر شهر 10، في دفعه ثالثه بعد مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي، والدفعه اللي طرحت امبارح هي مش الدفعه الاكبر، دفعه بنسبه لا تتخطى يعني 15% من سعه الملعب، 15% من سعه الملعب. لسه في دفعتين تانيين، في بالمناسبه كمان في تذاكر بتطرح للانديه نسبه معينه بتقترب من حوالي من 5% من سعه الملعب، يعني بتتكلم من 2500 الى 3000 تذكره لكل نادي مشارك في البطوله. الاهلي ليه مثلا حوالي 3000 تذكره، اتحاد جده السعودي ليه مثلا 3000 تذكره، فدي نسبه محدده. الانديه بتطلب، يعني انا عندي معلومه من المسؤولين يعني اللجنه المنظمه، ان في طلبات كتيره من الانديه بخصوص حجز تذاكر اخرى، ولكن لسه لم يبت في هذه الطلبات خلال الفتره اللي جايه. فالمطلوب من جمهور الاهلي ايا كان تم البت في هذه الطلبات او لم يتم، انك تشتغل على حجز اكبر عدد ممكن من التذاكر في مباراه 15 ديسمبر باذن الله في ملعب الجوهره المشعه في مدينه جده في افتتاح مباريات الاهلي في كاس العالم للانديه. ده معلومة متعلقة بكأس العالم للأندية. طيب الدوري الإفريقي، الدوري الإفريقي خلاص أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي هي اللي هتختار حكام البطولة، وتم الاتفاق حكام قائمة البروفيشنال، قائمة المحترفين المدعمة من الكاف والفيفا كمشروع ستارز ريفري، قائمة حكام النجوم، هم دول الحكام اللي هيديروا مباريات السوبر ليج. قد يتم الاستعانة بحكام الفي اي ار من آسيا، قد يتم الاستعانة بحكام من آسيا وتحديدا في تقنية الفيديو في الفي اي ار الفار، قد يكون هناك تنفيذ للتوأمة اللي ما بين الكاف مع الاتحاد السعودي، فيتم الاستعانة بكوادر من حكام الدوري السعودي عشان يكونوا موجودين في تقنية الفيديو، ده وارد. قد يتم الاستعانة بحكام من قطر، لان كمان في توأمة مع الاتحاد القطري تمت في عهد الرئيس السابق احمد، ده برضو وارد، ولكن المؤكد ان خلاص تم الاستقرار حكام افريقيا هم اللي هيديروا ويحكموا مباريات السوبر ليج. وفي بعض المباريات بدا تشكل الاطقم التحكيميه اللي هتدير اللقاءات، والكلام ده بدا من امبارح، من امبارح بدا يتحدد اسماء الاطقم التحكيميه اللي هتدير المباريات. معسكر المحترفين خلص يوم السبت اللي فات، ولجنه الحكام في الكاف مقيمه هنا في القاهره، موجودين في القاهره على فكره، فكان في اجتماعات امبارح واول امبارح عشان يسكنوا حكام مباريات السوبر ليج، لان الحكام اللي هيشتغلوا في البطوله هيبقى عندهم معسكر تاني في شهر 10، ولكن المعسكر ده هيكون مرتبط بالتحضير لكاس الامم، في حكام البروفيشنال وفي حكام النخبه، معسكر من 10 الى 16 اكتوبر في العاصمه الايفواريه ابيجان،
ده معسكر حكام كاس الامم، بس حكام البروفيشنال اللي هيديروا السوبر ليج هيطلعوا من المعسكر عشان يستعدوا لاداره مباراه السوبر ليج اللي هتنطلق باذن الله يوم 20/10 على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام في تنزانيا. المباراه هتكون الساعه 6 ما بين سيمبا التنزاني والاهلي، الساعه 6 بتوقيت القاهره يوم الجمعه 20 اكتوبر في تنزانيا. اعتقد لاول مره من سنين طويله الاهلي يلعب في تنزانيا على الاضواء الكاشفه، واحنا قلنا المعلومه دي هنا في برنامج الترند وقلنا لكم قبل التفاصيل دي كلها ما تعلن بشكل رسمي، قلت لكم وارد جدا الاهلي يلعب ماتش الافتتاح على الاضواء الكاشفه، لان في حفل افتتاح، وحفل الافتتاح المفروض الشركه الراعيه عايزه تعمله في الفتره اللي ما بين العصر والمغرب، يعني فتره غروب الشمس، بحيث يناسب حفل الافتتاح اللي هيكون مدته 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط. وعلى فكره هيفتتح البطوله جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وهناك دعوه لاكثر من 200 مسؤول في الفيفا والكاف لحضور حفل الافتتاح في تنزانيا اللي هيكون على شرف حفل الافتتاح موجود بالتاكيد نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق يا رب في لقاء الذهاب. من الدوري الافريقي واروح لكواليس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي اليوم، وكان الاجتماع في احد فنادق منطقه الزمالك وشهد حضور ما يقرب من 18 عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، تغيب 3 اعضاء فقط. العضو من الصومال لم يحضر، العضو التونسي وديع الجريء لم يحضر، ورئيس الاتحاد المالي وعضو اللجنه التنفيذيه ايضا لم يحضر. قدامكم على الشاشه ده جانب من انعقاد المؤتمر الصحفي اللي النهارده باتريس موتسيبي صرح واتكلم على بعض التفاصيل المتعلقه باختيار الدول اللي هتنظم بطوله الامم 2025 و2027. وزي ما قلت لحضراتكم قبل ما ادخل في الكواليس، تم الاستقرار بنسبه خلاص يعني رسميه، والكاف اعلن رسمي ان المغرب هي اللي هتنظم 2025، ولكن بالتزكيه او بالاجماع زي ما بيقولوا، لان كل الدول اللي كانت مترشحه في 2025 سحبت ملفاتها وترشحت ل 2027 عشان يكون في اجماع من الاتحاد الافريقي على التصويت للمغرب لهذه البطوله اللي هتنظمها ان شاء الله في عام 2025. قدامكم بقى 2027، وكانت المفاجاه كينيا، اوغندا، تنزانيا. كانت مفاجأة مدوية، تنظيم مشترك ثلاثي ما بين 3 دول في شرق إفريقيا لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ويمكن ده حدث لم يتكرر منذ استضافة إثيوبيا لكأس الأمم قبل حوالي يعني بنتكلم 43 سنة من دلوقتي، فترة كبيرة جدا منطقة شرق إفريقيا ما نظمتش كأس الأمم، والنهاردة كان في حضور كبير جدا من الوفد الثلاثي اللي كان موجود من خلال ممثلين من الحكومات سواء في تنزانيا أو في أوغندا أو في كينيا. وكلكم عارفين طبعا أن الوفد الرسمي للحكومة التنزانية لما كان موجود في مصر زيارته كانت للنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا. فالنهاردة الكاف أعلن بشكل رسمي خلاص فوز الملف الثلاثي لكينيا وأوغندا وتنزانيا باستضافة بطولة 2027. في الكواليس حصل حاجات كده إيه ظريفة شوية. كلنا عارفين أن في 2025 كانت المغرب والجزائر وزامبيا ونيجيريا وبنين ملف مشترك. مهندس ثاني بوريدا النهارده كان حاضر، بنتكلم على بقول لك 18، يعني قلت لحضرتك 18 عضو من المكتب التنفيذي النهارده كانوا موجودين، ما تغيبش غير 3 بس، تونس ومالي والصومال. النهارده يا جماعه احنا بنتكلم على ان زامبيا سحبت الملف بتاعها، الجزائر اعلنت انسحابها امبارح، نيجيريا وبنين قالت فرصنا في 2025 مش موجودة فنخش نحارب في 2027. الكل ساب 2025 قال لك محسومة للمغرب، فهنعمل بقى ايه تكسير عظام في 2027. 2027 لو ما كانش حصل ده كانت السنغال عندها حظوظ كبيرة جدا لتنظيم هذه البطولة. ولكن النهارده في البرزنتيشن العرض الدول اللي هتقدم لما جم بدأوا ب 2025 ما فيش غير المغرب. 10 دقايق قدمت الملف بتاعها، بنتكلم في 24 ملعب تدريب، بنتكلم في 6 ملاعب في 6 مدن، رباط، كازابلانكا، مراكش، اغادير، فاس، يعني بتتكلم عن بنيه تحتيه مهمه جدا وممتازه جدا للاشقاء في المملكه المغربيه. فالمغرب قدمت البرزنتيشن بتاعها في 10 دقائق، خلصت 2025 مين تاني يا جماعه؟ قال لك مفيش. كله في الكواليس اشتغل وقال لك لا خلينا في 2027 تبقى المنافسه حاميه الوطيس زي ما بيقولوا يعني. فجت 2027 عندك بقى ملف مشترك ثلاثي ما بين كينيا واوغندا وتنزانيا. ملف مشترك ثنائي ما بين نيجيريا وبنين، والسنغال واقع في النص ما بين كل هذه الملفات،
وعندك كمان بتسوانا طلبة التنظيم، وفي حال فوزها كانت هتسند التنظيم ما بينها وبين زامبيا اللي انسحبت من 2025. فبقت الملفات المشتركة كلها مرحلة تكسير أرقام المصوتين في المكتب التنفيذي للملف اللي هيفوز بيه شرف التنظيم. فبالتالي فرص السنغال تضاعفت بنسبة كبيرة، وأصبح التصويت رايح لاتجاه شرق إفريقيا لكذا سبب. أولا إن المنطقة الزون بتاع شرق إفريقيا ما نظمش منذ عام أكتر من حوالي حاجة و40 سنة، دي نقطة. النقطة الثانية مش معقولة يعني 2021 في الكاميرون، 2023 في أبيجان في كوت ديفوار، ويبقى 2027 في السنغال، دي كلهم بينتموا لمنطقة غرب إفريقيا. الحاجة الثالثة صعب جدا على الدول الإفريقية طالما أنت مش في منطقة الشمال، طالما أنت مش في منطقة الشمال يعني مصر، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، وبما فيهم كمان جنوب إفريقيا، إنك تدي لدولة واحدة تنظيم البطولة. لأن السنغال ما عندهاش 6 ملاعب، ما عندهاش مثلا 15 20 ملعب تدريب، ما عندهاش غير ملعب واحد بس، ومحتاجة تبني لسه 5 ملاعب. فهم شافوا إن الأمر هيبقى صعب جدا، فمالوا في 2027 للتنظيم المشترك. ومن هنا جاء التصويت بالأغلبية لكينيا وتنزانيا وأوغندا، يليه في التصويت ملف بتسوانا. ودي كانت مفاجأة، لأن بتسوانا كان عندها دعم كبير جدا من زامبيا، عندها دعم كبير جدا من جنوب إفريقيا، لأن الكل كان بيشتغل على منطقة إن الكثافة جنوب القارة تاخد تصويت في 2027. لكن برضو جنوب إفريقيا آخر دولة نظمت في هذه المنطقة كان عام 2013. فكل دي كانت أفكار عشان تروح ل 2027 لمنطقة شرق إفريقيا وتفوز هذه الدول. دي كواليس الاختيارات. ولكن أنا النهاردة لما كنت حاضر اجتماع المكتب التنفيذي والتغطية الإعلامية لهذا المؤتمر، مهم جدا يا جماعة الناس تحضر عشان تشوف الكواليس، تقابل المصادر، تسمع وتشوف الناس بتفكر إزاي. أكيد هيبقى فيه معلومات جديدة، لكن فوجئت. وأنا أتمنى الاتحاد يبقى ياخد الكلام بصدر رحب، ما يزعلوش. إحنا لما بننتقد بننتقد لمصلحة الكرة المصرية، مش بننتقدكم أنتوا كأشخاص. والله إحنا ما عندناش مشكلة لا مع الأستاذ جمال علام كرئيس للاتحاد، ولا مع الكابتن محمد بركات، ولا مع الكابتن حازم إمام، ولا أعضاء الاتحاد كلهم بلا استثناء. ولكن أنا بنتقد للصالح العام. هل من المنطقي إن اللجنة التنفيذية واتحادات، أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي 12 اتحاد طبقا للدول المرشحة، يعني أنت بتتكلم النهاردة ما يقرب من نصف عدد القيادات المسؤولين في القارة الإفريقية موجودين في القاهرة، 3 أيام قبل اجتماع النهاردة، لا دعوة من اتحاد الكورة، لا اجتماع مع مسؤول الكاف، لا حفل عشاء مع مسؤول المكتب التنفيذي، مش موجودين خالص. مفيش حتى وفد رسمي من الاتحاد، ولو هم عملوا ده يعرفونا، يبلغونا، ينزلوا حتى بيان رسمي على الصفحة الرسمية، على الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة كده على الفيسبوك أو على تويتر، ويقولوا لنا عملوا إيه. الناس دي جت بقالها 3 أيام وموجودة النهاردة، لا استقبال ولا اجتماعات ولا حتى حفل عشاء لمسؤول الاتحاد الإفريقي. ما هي العلاقات دي كانت دايما بتميز القيادات المسؤولة عن الكرة المصرية، وده أمر طبيعي وشيء طبيعي جدا لازم يحصل. لكن اللي أنا شفته النهاردة بقى، واللي عرفته واللي سألته واتقصته وحاولت أفهم الدنيا ماشية إزاي، النهاردة مفيش مسؤول واحد من اتحاد الكرة موجود. محدش يقول لي في الاتحاد إحنا مش معنيين بالأمر، ده اجتماع لجنة تنفيذية. أوكي ما اختلفتش معاك، بس في حاجة اسمها علاقات. إنك تكون موجود، يبقى ممثل الاتحاد المدير التنفيذي الناس تبلغه إنه يكون موجود النهاردة مع مسؤول الاتحاد الإفريقي، رئيس الاتحاد النهاردة يكون موجود بيرحب بيه المسؤولين. أنا بتكلم على إطار العلاقات، مش بتكلم على إطار المسؤولية التنفيذية. أنت النهاردة غير معني بالاجتماع بكل تفاصيله، أنا عارف ده، ولكن أنا بتكلم كان دايما لما يبقى في أي اجتماع كونجرس، جمعية عمومية، مكتب تنفيذي، اجتماعات للاتحاد الإفريقي، كان دايما الاتحاد المصري بيكون موجود مع مثل هؤلاء القيادات اللي موجودين من الاتحاد الإفريقي. ولكن النهاردة ما قابلتش مسؤول واحد من اتحاد الكورة. ونيجي بعد كده احنا كاتحاد يعني نقعد نسأل ونوجه استفسارات وتساؤلات، ليه الاتحاد الإفريقي شغال بطريقة غلط؟ ليه الأجندة في الكاف شغالة بطريقة غلط؟ ليه مفيش تنسيق؟ ليه محدش في اتحاد الكورة بيبقى عارف اللي هيحصل وبيتفاجئ زينا زيه؟ أو مش زينا، والله احنا ساعات بنبقى عارفين قبل الناس في الاتحاد كمان. محدش فكر في مرة ان يشوف المشكلة تتحل ازاي. فعندك اجتماع زي ده 4 أيام، النهاردة آخر يوم للأسف، يعني من بكرة مش هتلاقي حد، الناس كلها هتكون سافرت، كل واحد رجع على بلده. لكن لغاية النهاردة مفيش حد موجود. النهاردة في الأوتيل مفيش مسؤول من اتحاد الكرة موجود. والأدهى من كده بقى، وأنا مش متأكد عشان برضو إيه ملقيش بالمسؤولية على مسؤول معين،
بس الناس النهارده كلها بتتكلم وزملاء صحفيين، مش بتكلم على جماهير الكوره في الشارع هي اللي بتقول، لا ده صحفيين يعني ناس متخصصين في مساله المتابعه والاخبار اللي بتطلع من الجهات الرسميه سواء اتحاد كوره او وزاره الرياضه. انا ما سمعتش وما قريتش، بس الناس كلها بتقول ان اتقال لما اتسال وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي هل مصر عندها حظوظ في استضافه 2027، سمعت واتقال اصل مصر متقدمه وقدمت ترشحها عشان استضافه البطوله. هل الكلام ده حصل؟ يعني هل التصريح ده بالفعل اتقال؟ انا المعلومه اللي عندي ان مصر مش في الملف اصلا. مصر لم تتقدم رسميا لاستضافه 2025 او 2027. كل اللي حصل ان في 2027 لما اتفتح طلبات الترشيح مصر قدمت نيه الترشح اللي هو ابداء نيه الترشح، وكانت في مواعيد محطوطه ديدلاين لاختيار او لتقديم الضمانه الحكوميه للتاكيد على طلب التنظيم، وعدت المواعيد ومحدش قدم، وبالتالي في القائمه النهائيه المختصره مصر مش موجوده في تنظيم 2027. ولكن النهارده الناس كلها بتتكلم على فكره ان مصر كانت موجوده. حتى رئيس الاتحاد الافريقي النهارده لما اتسال سؤال مباشر في المؤتمر الصحفي، وانا حضرت المؤتمر الصحفي، هل مصر قدمت؟ الراجل كانت اجابته واضحه وقاطعه ومحدده، قال مصر لم تتقدم لاستضافه 2025 او 2027. ولكن انا بالنسبه لي الغريب ان المسؤولين هنا في مصر قالوا ان احنا قدمنا. هل الناس ما عندهاش المعلومه؟ هل اتحاد الكوره عمل نيه ترشح واخطر الوزاره اللي احنا ترشحنا وما كملش وما بلغش الوزاره ان احنا ما كملناش؟ هل الوزاره فاكره ان احنا مكملين وما عندهاش ما لازم الناس تفسر لنا، لان الكلام اللي طالع امبارح صوت وصوره ان احنا ترشحنا، وانا معلومتي ان احنا ما ترشحناش اساسا، والنهارده متسبي اكد الكلام ده، مصر لم تترشح، وانا معلومتي فعلا ان مصر لم تترشح. لكن ما ينفعش يتقال معلومه زي دي واحنا ما عندناش الداتا الكامله، مصر اتقدمت ولا ما اتقدمتش. الحاجات دي على فكره ما ينفعش تعدي، يعني الناس لازم لما تتكلم لازم تبقى عندها الداتا كامله. وحتى لو اتسالت مصر عندها حظوظ، يتقال رد سريع جدا، لا الفترة دي احنا ما قدمناش، في دول تانية مقدمة واحنا بنفكر في اهداف اخرى واهداف اعلى من كده الفترة الجاية، لسه منظمين 2019. اجابة سهلة جدا وواضحة جدا، ومش هيبقى فيها لوم على حد لو ما نظمناش 2027، احنا لسه منظمين 2019 يعني. واي دولة لا قدر الله لو مش جاهزة، الاتحاد الافريقي اول دولة هيروح لها الحقيني هيروح على طول لمصر. بس المعلومات اللي تطلع من المسؤولين لازم تبقى بتتقال بكل دقة في الملفات اللي زي دي. لكن عموما كل اللي يهمني في القصة اللي بتكلم فيها ان ما ينفعش حدث زي ده يحصل ومفيش موظف ولا مسؤول ولا عضو اتحاد كورة موجود في هذه الاجتماعات او حتى في كواليس هذه الاجتماعات. لان النهاردة مثلا لقيت مسؤولين حتى من الاتحاد الاسيوي، لقيت رئيس الاتحاد القطري، والراجل بصراحة يعني مجرد ما سلمت عليه وبيتكلم على الاهلي اول حاجة الكابتن محمود الخطيب اخباره ايه وصحته ايه. فالناس حابة ان هي تتواصل مع الأندية المصرية ومع النادي الأهلي ومع مسؤولين وقيادات الأندية المصرية وبيسألوا على الكابتن محمود الخطيب. لكن النهاردة اتحاد الكورة مش موجود خالص في حدث كبير مهم جدا زي ده. أطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. يبدو أن الأحداث هادية شوية، فالنهاردة وإحنا بنتصفح في السوشيال ميديا لقينا كلام كتير جدا على موقف المصابين، موقف كولر العرض السعودي، نفس الكلام بيتكرر خلال الأيام الأخيرة. تعالوا نطلع ونشوف آخر أخبار الترند. كبيرة جدا.
اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من ملعب القاهره 24، وبيتكلموا على غياب ثلاثي الاهلي امام سان جورج الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. الكلام هنا طبعا على السوليه ومتولي، لسه مش هيقدروا يشاركوا في التدريبات خلال الفتره الحاليه، بيخضعوا لبرنامج تاهيلي. كمان معاهم كريم نيدفيد اللي في صعوبه كبيره جدا انه يلحق لقاء العوده، لانه لسه لم يتعافى من الاصابه التي تعرض لها قبل مباراه اتحاد العاصمه في كاس السوبر الافريقي. طيب ده موقف الثلاثي المصاب. نروح الثلاثي المصاب، نروح بقى الكره بلس، وبيتكلموا على موقف كهربا وصلاح محسن، والاختبار الطبي هيحدد موقف الثنائي من لقاء سان جورج الاثيوبي. كهربا عنده اجهاد في العضله الضمه، لسه الجهاز الطبي يعني هيحاول يطمئن عليه، لكن طبعا وارد جدا يتم راحته يعني عشان في اطار التدوير وما يتعرضش لاصابه او ما تتفاقمش الاصابه معاه. نفس الامر صلاح محسن عنده شد في الاماميه، ولكن طبعا بنسبه كبيره ممكن صلاح ما يكونش موجود في لقاء يوم الجمعه. وكان معانا زميلنا كريم احمد برضو شرح نفس التفاصيل. طيب حساب بطولات بيقول موقف مصاب الاهلي وموعد عودتهم للتدريبات الجماعيه. انا قلت في البدايه النهارده اخر اخبار الترند هتبقى كلها الكلام عن حاله المصابين. التفاصيل بتقول ان متولي والسوليه قدامهم 10 ايام عشان يرجعوا للتدريبات الجماعيه. كولر بقى طلب ان الظهير الايمن خالد عبد الفتاح يتمرن بشكل منفرد رغم ان اللاعب رجع للتدريبات الجماعيه منذ ايام قليله. كمان كولر رفض مشاركه اكرم توفيق في المباريات الاخيره للحفاظ عليه والدفع بيه في التوقيت المناسب. كريم نيدفيد لسه راجع من فتره اعاره، مصاب بمزق خفيف في العضله الاماميه، محتاج لسه 10 ايام في الفتره اللي جايه. فالمواقع كلها بتحاول قدر ان كانت تقرب شويه من الكواليس، مين هيرجع امتى، مين لسه قدامه شويه وقت، هل ممكن حد يلحق ماتش سان جورج. لسه الكلام كتير، ولسه كمان الاخبار معانا في موضوع المصابين. النهارده الوطن سبورت بيتكلم على كولر يستقر على بديل كهربا وصلاح محسن في الاهلي امام سان جورج. قالوا ان كهربا وصلاح محسن مش هيلعبوا، وبالتالي كولر استقر على ان بيرسي تاو هيقود خط هجوم الاهلي في المباراه اللي هتقام ان شاء الله بيوم الجمعه الجايه بسبب الاصابات اللي طالت المهاجمين. كمان شكوى كهربا وصلاح محسن بالتاكيد هتخلي الجهاز الطبي يفحص اللعيبه دي بشكل كويس عشان لا قدر الله ما تكونش في اصابات تتضاعف خلال الفتره اللي جايه. ولكن بديل كهربا وصلاح محسن في خط الهجوم قالوا ان كولر استقر على بيرسي تاو. طب ده الوطن سبورت. نروح لكوره 11 وبيقولوا كلام من جديد على الصفقات، صفقات يناير اللي احنا لسه ما خلصناش صفقات يعني الصيف، لسه ما كملناش اسبوعين 10 ايام يعني. بيقولوا طلب كولر الاول الاهلي يحسم قراره نهائيا بشان ضم سوزا مجانا بعدما كان المطلب الاول لكولر. مجلس الاهلي يضع قرار حاسم بخصوص ضم القناص سوزا بشكل مجاني خلال الانتقالات الشتويه المقبله. والله يا جماعه مش محتاجين ندخل نعلق كتير، لان الاخبار دي بتتكرر كتير، وكل فتره انتقالات بتبقى في اسماء كده مرتبطه معانا، مرتبطه ما بتتغيرش لغايه لما اللعيب بقى يعتزل، لغايه لما اللعيب ينتقل لنادي تاني. ولكن فكره الحديث عن سوزا دلوقتي ولسه الانتقالات في يناير، هو حد عارف من هنا يناير ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام قلته والله قبل انتقالات الصيف، قلت الناس بتتكلم في اسماء لعيبه، ولما يغلق باب الانتقالات هتلاقي الاهلي جاب اسماء لعيبه تانيه خالص، وده حصل في صفقه المهاجم. كان الكلام كله سوزا ولاعب تركيا موليكا، جاكسون موليكا، اتقال كتير قوي جاكسون موليكا، واتقال كتير قوي على سوزا، وفي الاخر الاهلي جاب المهاجم الفرنسي انطوني موديست. فسوق الانتقالات والملعب تحديدا بيبقى فيه متغيرات كتيره جدا، فبدري قوي الكلام على الموضوع ده، بس يبدو طبعا ان الاخبار قليله، فبنحاول نصنع اخبار من لا شيء. ملعب القاهره 24، مدير تحرير الكأس السعودية قال يعني أخبار مفاوضات الأندية السعودية مع كولر غير صحيحة. عبد الله العبيدي مدير تحرير صحيفة الكأس السعودية نفى تماما وقال لا صحة لأي أنباء تشير إلى وجود مفاوضات من الأندية السعودية مع السويسري مارسيل كولر، وده أكيد عكس كل الأخبار اللي كانت بتتقال خلال الأيام اللي فاتت. عموما كولر بغض النظر في مفيش رسالته للنادي ورسالته للجماهير كانت واضحه بعد اللقاء الماضي، حي الجمهور، مستقر، عايز يكمل، عايز يحقق نجاحات زي اللي اتحققت السنه اللي فاتت. فمش هدخل في تفاصيل هي صح ولا غلط، الامر لا يعنينا طالما كولر مستمر مع النادي الاهلي ومبسوط مع النادي الاهلي. خبر برضو غريب جدا،
كرة 11 بيقول لك مصير معلق لحارس مصر الأول. الأهلي يفاجئ محمد الشناوي بتصرف غير متوقع قبل استكمال الموسم الجاري، فيما معناه يعني أن الأهلي هيصدم الشناوي وهيأجل ملف التمديد وتعديل العقد لغاية ما الكابتن محمود الخطيب يرجع. بصوا من غير ما أدخل في تفاصيل، محمد الشناوي كابتن الفريق تحديدا من اللاعبين اللي في اتفاق كامل مع إدارة النادي الأهلي على أي خطوة ليه الفترة الجاية، لا الشناوي خد قرار منفرد لوحده ولا النادي الأهلي هيفكر في قرار منفرد بعيدا عن الشناوي. التمديد والتجديد الاتنين متفقين عليه، وفي التوقيت المعين الأهلي هيعلن عنه، لا في خلاف ولا في أزمة. وعلاقة الشناوي تحديدا ككابتن الفريق مع الإدارة ومع الجهاز الفني ومع الكابتن محمود الخطيب علاقة جيدة جدا جدا جدا. فأول ما تلاقي العنوان في الشناوي وصدمة اقلب وما تقراش كتير عشان ما تضيعش وقت. حمدي فتحي النهارده وتصريح عبر كورة بلس بيقول: أشكر جماهير الأهلي كثيرا، لم أجد منهم سوى الدعم الكبير. أشكر جماهير الأهلي منذ يوم الأول في النادي ولم أجد منهم سوى الدعم. أشكرهم على الحب دائما ما يساندوني في مباريات الوكرة، كل مباريات الوكرة في الدوري القطري فيما لا يقل عن 100-200 مشجع أهلاوي في قطر بيحضروا يشجعوا حمدي فتحي بس. فده عامل يعني رد فعل كبير جدا في الإعلام في قطر، وكمان ليه دور إيجابي في دعم حمدي فتحي في مباريات الدوري القطري. طيب الوطن سبورت بيقولوا: قرار جديد من إدارة الأهلي للاعبين بسبب المستحقات، فيما معناه نسبة 25% المقدمات بتاعت عقود اللعيبة المفروض تتصرف خلال الفترة الحالية. فبيقولوا إن الإدارة المالية بدأت تجهز إجراءات صرف وتحويل مقدمات العقود بجانب إنهاء إجراءات صرف المستحقات المتأخرة في الموسم الماضي. يعني من غير ما أدخل في تفاصيل كتير، تعرفين اللوائح المالية في الأهلي بيتم معالجتها إزاي، وما بنشوفش أخبار زي دي منتشرة كتير. إن الأهلي ملتزم بمواعيده مع كل اللاعبين، حتى لو في تأخير بيبقى في اتفاق بشكل كبير جدا مع اللاعبين. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة: تشكيل الأهلي المتوقع في ظل إن في حالة تدوير ممكن يعملها كولر قبل لقاء العودة. نورة بتقول: مساء الخير، أتمنى من كولر يلعب بشوبير، الدبيس، منعم، ياسر، كريم، إمام، مروان، ديانج، الشحات وكهربا. ده رأي نورة. أبو يوسف بيقول: مصطفى، كريم الدبيس، منعم، رامي، هاني، عاشور، كوكا، ديانج، رضا، سليم، كهربا، عبد القادر. في تنوع في الآراء. أستاذ عبد الله: أستاذ محمد، نظرا لضغط المباريات والأجندة الدولية هناك لاعبين يجب إراحتهم مثل الشناوي، هاني، منعم، معلول، إمام، حسين، تاو، ديانج. ده رايح نص الفرقة. ماشي. تشكيل الأهلي: شوبير، ربيعة، ياسر، كريم فؤاد، كريم الدبيس، كوكا، أكرم، أفشة، عبد القادر، رضا، سليم، كهربا. وإن شاء الله الأهلي يكسب 3-0. ملك بتقول: مساء الخير، أتوقع الشناوي، الدبيس، منعم، ربيعة، هاني، إمام، مروان، ديانج، رضا، سليم، حسين الشحات، تاو في مركز رأس الحربة، حال غياب كهربا. اوكي، نشوف رأي تاني. استاذ صلاح اخر تعليق معايا: اتمنى التشكيل يكون شوبير، الدبيس، ياسر، ربيعة، هاني، كوكا، أفشة، إمام، عبد القادر، كهربا، رضا. لكن بنسبة كبيرة كولر هيلعب بنفس التشكيل مباراة الذهاب، وبعدين الشوط التاني يبدأ يغير على طول. اخر سطر ده يا استاذ صلاح فعلا وارد، كولر ما بيأمنش لأي لقاء، فممكن فعلا يبدأ بنفس التشكيل ويعمل روتيشن مع الشوط التاني حسب نتيجة اللقاء اللي اكيد محسومة من لقاء الذهاب بفوز الأهلي 3-0. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة من برنامج الترند الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.